استطاع صوت برقان الوصول لأهل الخير، وآخر ما لمسه من تغيير هو الكرسي الكهربائي المتحرك المقدم من مكتب الرئيس. أول شيء الحمد لله رب العالمين، جزاهم الله خير على يعني المساعدة اللي قدمونا إياها. بشكر السيد الرئيس على تقديمه المساعدة إنا ليعيننا على يعني معاناتنا. لطالما كان خروج برقان من منزله للوصول للسوق يشكل مهمة شبه مستحيلة بالنسبة له، نظرا لبعد منزله عن حاجز الحرم مسافة الكيلومتر تقريبا، علما بأنه يمنع دخول أي سيارة فلسطينية إلى تلك المنطقة. بدي أمر معاق، عنده إعاقة، ما فيش عجرة، ليش ألف؟ هي شارعي، هذا شارعي. لو بدي أرجع مستشفى أروح على مستشفى، بدي محتاج غرض مثلا أنزل أقضي يعني اللي بقدر عليه طبعا، وهذا هو اللي الواحد يكمل بقية عيشته وعمره في هالحياة. فرحة عامر برقان بالكرسي المتحرك أعطته أملا بأن يكون الكرسي عونا له في معاناته المستمرة في وقت وجود الاحتلال وحواجزه أمام منزله والفقر والظروف المعيشية الصعبة التي ترافقه. لتلفزيون وطن، ألاء الزرو، الخليل.